الخير يا عم حافظ. اهلا صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايه هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد ضمدي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كان يجيب لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت ماشيش في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. كانت ماشيش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال حضرتك ده واقفين هنا للصبح. الله، مش هيقلنا 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيت؟ لا، بلغيت الست. يودينا المجمع ب 50 سنه. عينيا، ماشي. يا ربنا يستر اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم، في اسانسيرات تانية جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانية عطلانة. خلاص عندك السن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوه دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميها ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا، بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف وقفه حته. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك. يلا خلونا انت وهو. انا ساعتك دي مفيهات. يلا بسرعه. يلا خش يا بيه. احنا فين؟ في شبرا مزمار.
انت بتسال علي ايه؟ هتسال عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في نهوى سوا. اعمل لك ايه؟ هنكون فين يعني؟ في السادس، في السابع، لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل يا مشميش اللي ابوات دولة يا مشميش. خش يا رشبيش. خش يا رشبيش. استنى على رشبيش. ايوه استنى على رشبيش. انا معاك بيه. تعال رشبيش. حاضر بيه. تعال رشبيش. حاضر بيه. استنى يا رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. يلا في مرات خلاص، ما هتعمل لنا فيها حكايه. حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله، انت حضرتك تحولنا محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه، وهنا لا ليه؟ الله، هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده. وصلى على النبي بقى، لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوسين. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش ارض يا فندي، انا لسه عبرود الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان، معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايزه اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك، انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانية زي الجزم وتبقوا معانا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجة، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك، اجري. نجرد الخزنة مفيش ارض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا مستعجلة، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. حوين قوي على مروح. على الله اني على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوقه على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم، يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي، ما فيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام. اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي، هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك.
ايه وقف اخر الصف؟ انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه الربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا اس رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش تقول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا اس رمضان. الهلوتي ما فكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحتة. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق سلمتين له رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حيشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي عليه عوض عليه عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي عليه عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم عليه عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العجبجية زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقة الجامدة التمام اللي هي علشان يزله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العجبجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل. والله انت اللي سكر. بالك انا ما بستريحش في القعدة مع حد في الحارة دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقول لك يا خلاص. وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا، يا الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ نقعد من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. الهم
يا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. يا اخويا على عيل ده لما امنا شفحت الميه. الله ده ليه يا ست انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا ولية؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا ولية. سرقه؟ ايوه. سرقه ايه يا ولية؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا ولية؟ مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. العيش العيش اهو، عايز
عايزين حاجه تانية؟ لا اطلع انت بقى، غير هدومك على ما اعمل لك سندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كلتها. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل. الطعميه سخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. بلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش، حقك عليا. بقولك ايه يا اخويا، ما توديناش محكمة عابدين؟ اخد عجاز باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوة. يلا يلا يا اخد، يلا يا اخد اطلعي يا اختراعي. انا اخويا حاسس. انا باخد لحاسس. والحين عدين لما مؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا بعد عنك. وزها لقوا فلوس ناقصة في الشغل. على بلاطة كده يعني هفوه. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا، احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبر اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعدي. ما تخليش تتكلم وتتكلم فيا. هو انا نعطاك لما تعيد عبارة. ايه يا ولد انتوا؟ ايه ده؟ انا خافنا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يا محمد. اوعى يا نهار اسود. اوه يا راجل انت. والله العظيم بتتكسم يا ولد. يا سعدية يا اختي، جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل، ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يو؟ هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله، مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ أبو الكابلة يا اخويا عاملينها فتحة. جوزي بيقول على الأقل على الأقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا اختي، دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. حتى اسألي الأفندي اللي جنبك ده يا اختي. أنا ماليش دعوة، أنا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت، ما تحطهاش حلوانة بسلوانة وتلزق كده. ارجع لورا شوية. أنا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربية على وضع جسمك. الله، أنا أشوف العربية على وضع جسمي ازاي بقى؟ هي الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد،
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. الرد والسلم وصلوا الجمعية يا فندم. انت واقف انت عيالك، انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمنا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عيانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى في هذا معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه يا اخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. انت في ايه؟ ما انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب 3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال 10 كيلو بال 14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بنتبع جنيه. اي والله بنتبع جنيه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوهم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى باتنين كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه؟ قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 مرطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده. واني موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب 45 جنيه. والتلاجه بكام؟ وما هي 45 جنيه. واوضه النوم بكام؟ وما هي 45 جنيه. يا ست النام على ارخص حاجه. ايوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. امال اعمل ايه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، انت لا تصلح للجواز بتلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب 605 مرفوض. ب 605 جنيه. يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مقليسي قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش، ما تزعلش مني. الله،
هو انت ترزعيني الكلمة وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بلتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجة، حقك علي. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي نحى ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا يا اختك نفوخة. ما تشر عليك يا بنتي، انت مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنين، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. إله يا رب تدفع الرز، إله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي ازاي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا هنق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في 6 سنين، كنت عليها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كان فارق. دو انت بس، دو انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا ولا مغاوري. سلام رمضان. ازيك يا ولا؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ رمضان. مالك يا ام بيسال بغلي كده؟ ايه اللي بيحصل دي؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار لقنده للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسينا غير سنه الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا سلام الله. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ قول لا اله الا الله. سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا خير؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صفا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خالي؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خالي، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما في شاي ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى حضره العمده وسيبك مع الاستاذ رمضان. بيديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هند، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمدة عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيرة الفلوس قدام، انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتاني. تجعان. وافرض يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني. خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال. خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيب. أرض أمك أنت كلت بقى من زمان. كلت بقى إيه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكاية الأرض، خليه علشان خاطر رابطة الأرحام اللي بيني. وأنت صغير عشان تشحت، شحط طويل عريض مستوظف في الحكومة وجاي تشحت،
ثم هجيب لك من ايه؟ يعني ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الله يا ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعك. الله يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لا اضربك. ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش، كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشة أم علي، تبقي تمشي لشحتي في الشوارع. ايه مالك؟ صرح لي يا أستاذ رمضان، بتفكر في ايه؟ أنا اتجهزت يا أخي. أهو كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كانت خيبة، أنت فاهم حاجة اجري. يبقى أنا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهاردة 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا أستاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هام. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده اهو شويه كده يا سي رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته تاويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه؟ رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انتس بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمن ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يدين معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتقل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا. ربنا يوفقك يا بشبيشي. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيشي. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتقول انت بتهبل في الهبة دي. معلش حاج علي حاج علي. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش. اني بح. نعم اني بح بحهم بصراحه يا اخواني، عشان ما شحتفكوش معايا انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فيه؟ غريبه دي يا رمضان افندي. بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي. انا بقالي 15 سنة بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخي، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيني، اوعى تتهور ليحبسوك. ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اديهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ايه اللي حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوري؟ انا عايز اقول كل شهر. قلت لك يا اخي وانت سام ابني اعمل الشهاد. حاضر. الله، ايه الحكاية؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونة؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقة؟ والله ما انا عارف يمكن انا اللي هتجنن. انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير ايه يا فندم؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما حفظتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت. ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام ولي رمضان وديه تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلس، فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست. لا، وكمان انا راجل ما عرفش اللف ولا الدوران، ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك. في مكان امين. اطلب لي اسم اصل الميز. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما تتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه. انت مين ملقحك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقح عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل الوزارة. خليك اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء. شوف الحلاوه يا راجل، ده انا حفيت عشان اقابلك. دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يا ابن اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطر الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجعتي. كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندك، ويا ابني انتوا اللي بتدوا له المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ما اداه الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ فين؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال يا فندم كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا والنبي حاج مامور، يلا وحياه ابوك خلصت. يلا يلا اقلب اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى اتسرب، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وجعلت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش. امشي خد من ايه؟ يلا ضرب قدام امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف، نروح على السيف على طول ونخلص. انت مستني قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو. انت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جوز فراخ ولا نشيله جوز جنيهات؟ انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. انت برضه ايه؟ ازيكم يا قباش؟ يا سيف لا تلقاوه. مش انتوا سيف لا تلقاوه برضه؟ وقباش؟ دي أوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حاجة تغير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. أنا أقول لي يا جدع، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. آه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احزن لحمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ معايا فين انت؟ ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه، وانت حلويتي وبقيتي ملفوفه كده.